صفقة طاهر بالنسبة لنا ان هو لعيب من اللعيبة المميزين جدا اللي عندهم شخصية، اللي احنا كنا بنتابعه بقالنا اكتر من سنتين دلوقتي. كان في محاولة ان احنا نضمه الصيف اللي فات، لكن هو كان في بعض الظروف بالنسبة لنا ما كانتش متاحة. دلوقتي برضو تابعناه الموسم ده، كان مر بشوية ظروف اصابات كانت خارجة عن ارادته، لكن احنا واثقين فيه جدا، واثقين ان هو لعيب كويس، وان هو بالنسبة لنا ان شاء الله في الحتة بتاعته والحتة اللي قدام هيعملنا اضافه كويسه جدا الفتره الجايه ان شاء الله. طاهر من اللعيبه المثقفه، متعلم بشكل كويس قوي، بيتكلم لغات، بيتكلم انجليزي وفرنساوي. هو فاهم يعني ايه ان هو جاي في مكان بجمهوره، بتعامله مع الاعلام، بتعامله مع اللعيبه، ازاي الضغط، ازاي هو هيعرف يتصرف في الضغط اللي عليه الفتره الجايه. فدي حاجه بالنسبه لي لما قعدت اتكلم معاه كذا مره، مش مره واحده، لا، من يعني من الحاجات اللي عجبتني جدا فيه. اتكلمنا طبعا مع مدير الفني، مع لجنه الكوره، ان احنا كان طاهر لما تابعناه فتره كبيره، تم الاتفاق ان احنا هنتعاقد مع طاهر في خلال ممكن بنتكلم في من شهرين مثلا او 3 شهور. بعد كده اتكلمنا مع نادي المقاولين، كابتن خطيب، كان عندنا اجتماع مع المهندس محسن صلاح والمهندس محمد عادل. قال اتكلم مع المهندس محسن وقال له احنا عايزين يكون طاهر موجود معانا. الناس رحبت جدا. بعدها قالوا خلاص هنخلي المفاوضات بين مهندس محمد عادل وامير، وقعدنا ان احنا شويه بنتكلم في الحاجات دي. كمان مهندس عادل القايه كان داخل معايا في النص برده، كان دور محترم جدا في وقت من الاوقات في الصفقه. بعد كده لما خلاص قربنا المسافات خالص، يعني كان الامور كانت ايجابيه، بلغنا كابتن خطيب وبلغنا مهندس محسن، وهم في الاخر كان ليهم في الاخر دور كبير ان هم يخلصوا الموضوع بالشكل المناسب للطرفين، للاهلي والمقاولين. الكابتن طبعا دوره كان واضح جدا، مهندس محسن في الاول، وهم كان في تقدير تام بين الطرفين وبين نادي المقاولين لكابتن خطيب. هو كابتن طبعا كتير بيساعدني في صفقات كتير، مش فكره طاهر بس، يعني ساعات كتير بكون بكلم مع بعض الانديه مثلا اقول له يا كابتن دلوقتي احنا محتاجين ان احنا نتكلم مع رئيس النادي، او محتاجين ان احنا نتفاوض بشكل معين، فهو بيتدخل معانا وبيساعد بشكل كويس. يعني في صفقات كتير جدا الكابتن بيكون ليه دور وبيكون متقدر من انديه مصرية، أندية عربية. الناس كانوا، أنا في الجزائر الكابتن كان ليه دور معانا في الجزائر، في الإمارات كان الكابتن ليه دور معانا في الإمارات. فلا، الكابتن تدخله في وقت معين في الصفقة، وبنكون بالتنسيق مع بعض إن هو كابتن فعلا لما بيخش في الموضوع لازم يكون الموضوع يخلص بالشكل المناسب ليه وللنادي وللعيب. طاهر نفسه كان واضح جدا عايز النادي الأهلي. في آخر الصفقة كان في مش خلاف مادي، بس كان في ممكن فروقات بسيطة، يعني بقول كده ومش عايز اتكلم في داخليات، بس طاهر اتنازل عن 3 مليون جنيه هو من عقده عشان يبقى دول الفرق بين الاهلي والمقاولين، يبقى هو خلاص يمشي الصفقه بالشكل المناسب يعني. فطبعا دي حاجه بالنسبه لنا حاجه تحترم جدا، ان لعيب يكون في سنه صغير مش كبير ويكون هو مقدر نادي الاهلي وعارف هو جاي على ايه. وانت عارف كتير قوي ممكن لعيب يبص على الماده اللي بين دول، لكن هو لا، كانت مش كده خالص. وحتى في كلامي معاه في المفاوضات، هو احنا كنت انا ووالده وكان برضو حد قريبهم، كان ناس محترمة جدا، كان الكلام ما خدش حوالي ممكن يعني ربع ساعة تلت ساعة. احنا قلنا لك طاهر احنا نعمل 1 2 3، هو ما رجعناش في الكلام ده خالص. يعني احنا دايما بيتقال ارقام وبيتقال صفقات وبيتقال حاجة في الاعلام، بس احنا مش بنبص على الكلام ده خالص. دي حاجة تخص مجلس ادارة الاهلي ومجلس المقاولين، هم لو عايزين يطلعوا ارقام هنطلعها، لكن الوضع الحالي اتفق ان احنا مش هنتكلم في ارقام خالص. فاللي عايز يقول حاجه طبعا حاجه ترجع له هو، بس احنا ده مش من مصدر مسؤول، ده كلها تبقى اجتهادات شخصيه. يعني طاهر بالنسبه لنا من اكبر مزاياه، بغض النظر بعيد عن الحته الفنيه، سنه. انا طاهر دلوقتي داخل 23 سنه، فالنهارده بالنسبه لنا يكون لعيب في السن ده وبالقيمه دي الفنيه، بنبني فريق المستقبل. احنا النهارده معدل اعمار بتاع الفرقه بتاعنا بدا ينزل الحمد لله، الكواليتي لعيبه طبعا حاجه، الفرقه ما شاء الله بقت بشكل كبير جدا، فرقه امكانياتها عاليه جدا. فطاهر بالنسبه لنا هو بيكمل الحته دي، لما يكون عندك في المكان اللي قدام عندك في طاهر، في رمضان، كهربا، مش هتنسى حد، في حسين، في اجاي، وليد سليمان، احمد الشيخ، جيرالدو، طالع من تحت شادي رضوان، وعندك صالح جمعه وقفشه، يعني فاهم قصدي، محمد محمود. فبنتكلم الحته اللي تحت المهاجم دي، الوينجرز او الرقم 10، لا حاجه بشكل كبير. اللعيبه قيمتهم الفنيه ما شاء الله محترمه جدا، وفي نفس الوقت سنا يدوك فتره كبيره جدا من الشغل. يعني محترمي كل الاسماء اللي اتقالت لاعبين سواء جوه مصر او بره مصر، الكلام ده كله مش مظبوط. لغايه دلوقتي ما كلمناش حد خالص من اللعيبه دي. احنا بالنسبه لنا احتياجاتنا الفنيه الفتره الجايه عامه هتبقى خلاص محدده جدا. مدير الفني عنده شويه طلبات، كان طلب منهم طاهر،
اتوقع ان احنا في الصيف ده بنتكلم في صفقه واتنين تانية بالكتير قوي لو اتعملوا. غير كده حتى يناير الجاي وهكذا. احنا خلاص احنا الفرقه بتاعتنا الحمد لله احنا بنيناها في اخر سنتين او سنه ونص. الرساله وجهتها لي وانا قاعد معاه اخر مره، قلت له يا طاهر النادي الاهلي شريك، وانت واضح شريك النادي الاهلي وليك مستقبل كبير جدا في المكان ده. انا واثق جدا ان انت بثقافتك بعلمك بفنياتك باحترامك لنفسك هيكون ليك دور كبير جدا معانا الفتره الجايه، واحنا كده كده في ظهرك طول ما انت بتأدي النادي الاهلي وكلنا بناخد النادي الاهلي بشكل كويس، احنا في ظهرك ومعاك لغايه توصل لاحسن مكان ان شاء الله.